ورجعنا بعد الفاصل وبرضو بنتكلم عن صحتك وازاي تخسي، بس بقى المرة دي هنوعيكي، لأن طبعا في حاجات كتيرة جدا انتشرت علشان تخسي وعشان تعملي دايت وعشان يبقى عندك قوام حلو وعشان يبقى عندك انت كمان قوام حلو. انت عارف احنا بنهتم بالستات وبالرجالة. في وسائل كتير جدا انتشرت في السوق عن التخسيس، مش عارفة بالونة وبعدين تكميم معدة وبعدين تحويل مسار وآخر حاجة كانت الكبسولة. طب احنا عايزين نعرف ايه الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها ممكن تساعدني وتساعد مين وما تساعدش مين، واستخدمها ازاي، وهتنفع ولا مش هتنفع، وضارة ولا مفيدة. كل ده هنعرفه مع دكتورنا اللي منورنا، الدكتور طارق الشاذلي، استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنة. مساء الخير يا دكتور. ازيك يا سعادة الكل؟ انت وحشتنا يا دكتور. وقلت كتير قوي والله يا دكتور. يعني انا يعني يمكن كنا عاملين برنامج قبل كده وحضرتك كنت ضيفي وكنا بنستفاد منك. سألني يا يا جماعه ما ده يعني محبوبة، ربنا يزيد حبايبك. يا رب يخليك يا دكتور، ميرسي. ايه بقى الموضوع؟ انا عارفة ان انت يعني بتقول البالونة يا جماعة ليها ناسها، تحويل المسار لناسه، التكميم لناسه، طب الكبسولة ليها ناسها. انا عارفة ان ده رأي حضرتك. طبعا. عايزين نفهم بقى. بص، عايز حضرتك حاجة مهم جدا لازم تعرف، ان بالون المعدة غير التكميم غير تغيير المسار. في حاجة اسمها بتحمى العمليات خاصة في التكميم. يعني الاقي اوزان مستحيل تعمل 90 كيلو و100 كيلو وما اعرفش الكومبليكيشن بتاعت التكميم، ومفروض اوزان تعمل وما بتعملش تكميم. يعني انا مش ضد التكميم. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا على البالونه، ميزات البالونه انها في الاوزان البسيطه والمتوسطه هايله، ريفيرسابل يعني اقدر ارجعها في اي وقت، امنه، السيفتي دي نمبر 1 تهمني طبعا. حجم المخاطره بتاعت واحد وزنه عايز ينزل 30 35 كيلو مع سن صغير مش محتاج اخش في مشاكل تكميم ومشاكله. يبقى حجم المخاطره تستاهل التريتمنت اللي انا بعمله. طيب بالنسبه نبتدي برضو بالونه والكبسوله عشان الاثنين اخوات صغيرين. طب انا عايز انزل بقى يا دكتور، مش عايز منظار وبنج وتخدير. انا عايز الكبسوله المبرمجه. الكبسوله المبرمجه هي امريكي. وهي تعتبر حاجه دلع الدلع طبعا صراحه. هي انت بتركبها وانت صاحي. الكبسوله عباره عن كبسوله زي المضاد الحيوي، بتركبها تحت جهاز اشعه، ولازم ركبها يكون دكتور متخصص جهاز هضمي، لغايه علامه معينه. العلامه دي بعرف انها نزلت وصلت للمعده طول معين. الكبسوله دي في الاخر بتتنفخ بسائل معقم خاص بيها، ده مهم جدا. ده السائل بتاعها، هي شياكه زي مدلع في الاخر عشان تبقى بالمنظر ده. 550 سي سي. حاجة طبعا الأمريكان مدلعين الناس. بتنزل في الآخر بعد 4 شهور من غير منظار أو أي حاجة في سلوفان في التواليت. يعني أنا تدوب. طب ثانية واحدة بقى دكتور. دلوقتي البالونة أنا أعرف إن البالونة لازم تتخدر تخدير لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، والبالونة بحط البالونة، باجي بعد 6 شهور أو أقصى حاجة 9 شهور بشيل البالونة، بس برضو بتخدير بسيط وبرضو بشيلها. دي مش محتاجة إن أنا سواء طب وأنا بحطها وأنا بشيلها ولا وأنا بشيلها بس؟ شيل. هي بتدوب كده، هي بتدوب لوحدها هايلة بعد 4 شهور. طب دي الدلع. بس دي الأوزان إيه؟ 10-15 كيلو. محتاجة أنزل من 10 ل 15 ماكسيمم. وسن يكون معقول. طب احنا معانا فيديو نشوفه؟ يا ريت نشوفه مع بعض. تحب اعلق لو عايز؟ اتفضل يا دكتور. هي اللي هنا الاليبس طبعا، دي الكبسوله المبرمجه زي ما احنا قلنا عليها. ليها كمان ميزان معين عن طريق الواي فاي، بيقدر عن طريق الدكتور يتواصل المريض كل اسبوع بالميزان، بس ما قدرتش اجيبه. بيقدر يوصل لي الوزن قد ايه. وليها نظام غذائي غايه في الروعه، ودي دلع زي ما بقول لك 10 15 كيلو. خلي بالك الفرق بين الكبسوله والبالونه، ان البالونه اقدر اوصل لاحجام اعلى، اقدر اوصلها ل 700 سي سي. دي مهمه برضو، لان انا مثلا عايز انزل 30 35 كيلو. لا ممكن اوصل بقى، دي ما تنفعش بقى. البالونه اللي تنفع. تنفع بقى. مهم جدا. واحد يقول لك انا عايز ابقى نايم وانا بركبها.
ده برضو مزاج تاني يعني ده. ولكن بالنسبة للاتنين آمنين، مفيش أي خطورة، مفيش يعني السيفتي درجة عالية، ده مهم. تعال نخش على التكميم بقى. التكميم أنا بخش أقص المعدة. أقص المعدة يبقى لازم أوزان عالية 140 150 160. ولازم تعرف التكميم أقوى طبعا من البالونة، ولكنه أخطر في ده، في تخصصات كومبليكيشن اوف جاستريك سليب بيبقى عندنا في الجهاز الهضمي. لو واحد حصل له ستريكشر في مجرى المعدة بنخش نوسعه. لو حصل نوع من الليكج الدبابيس طاعت دي في منتهى الخطورة، ممكن يحصل جلطة في الرئة بالمونري امبوليزم دي واردة. طب هل ما اعملهاش؟ لا تعملها. بس تعملها في اوزان تستاهل حجم الوزن بتاعك والخطوره المرضيه تستاهل اللي انت هتخش له. عشان اقلل الكومبليكيشنز ما اجريش ورا سعر رخيص في اي حاجه، بالونه، تكميم، اي حاجه. لازم السعر يكون مناسب للخدمه. يعني انا سمعت اسعار، واحده جاتني قالت لي دكتور انا فلان فلاني بيعمل لي التكميم وبسعر كذا، سعر غريب يعني ما يجيش ثمن وقسط كمان. دي طبعا كارثه، ودي اللي بيسبب المشاكل. لازم تعرفها عند دكتور محترف. قص المعده محتاج احتراف طبعا. هل المعده في التكميم ترتد؟ لان احنا بنقيسها كل 6 اشهر لسنه بحاجه اسمها جاسترو بليومتري، بقيس المعده بالاشعه مقطعيه اشوف حجم المعده زاد ولا لا. لو زاد تبقى كارثه سودة. لانه هيضطر يخش في حاجه اسمها تغيير مسار المعده. طب هو لو زاد ده بيرجع طبعا للمريض ان طبعاً. هو ابتدى يضغط عليها وابتدى ياكل اكتر، لانه فاهم. ده سؤال تحفه. المريض فاهم ان البالونه والتكميم علاج، ما هوش علاج. امريكا واقعه مليارات دولار اقتصادها، جزء من اقتصادها بيتضرب بسبب السمنه. يبقى اذا ده كله عشان اغير اسلوب حياه. تو تشينج يور لايف ستايل، بالونه، تكميم. النهايه طبعا تغيير مسار، بتشيل بايباس المعده وجزء من الامعاء الدقيقه، طبعا بتخسر فيتامين، طبعا بتعيش غير معادل، طبعا بيحصل لك ترهلات عنيفه، طبعا شعرك بيقع. ده هتدفع الثمن. انت بتعمل عمليه بتنزل بقوه، يبقى لازم تعرف ان في ترهلات عنيفه، لازم تعرف ان في فيتامين محتاجها فور ايفر، لازم تعرف ان محتاج معادن، ده مهم جدا. يبقى اذا انا هل ما اعملش بايباس؟ لا طبعا، لان لو واحد وزنه 180 كيلو الموقف الصحي اللي فيه اخطر من البايباس. يبقى اذا القلب بقى وسكر طبعا الحاله الصحيه السن ده كله بيقرره الطبيب. المريض احيانا بيخش يفتي يقول لك اصل واحده صاحبتي عملت التكميم، طب انت وزنك 90 وهي 140. هي تستاهل دي، هي حاله وانت حاله. طب يا دكتور هم بيقولوا لي ان احنا معانا فيديو للبالونه قوي قوي. عشان ما نعديش بس موضوع البالونه. انا بحب البالونه المعده لانها فعلا لو المريض فهمها ان هي تو تشينج لايف ستايل خلال اول 3 4 شهور، وانك انت عرفت تصحى امتى وتاكل امتى و و و و، انت يعني انت ده اللي انت محتاجه. لكن عشان تقول لي البالونه هتخش تخسسني وتصحيني الصبح بدري وتاخدني من ايدي تجريني وتوديني المدرسه والكلام ده، مفيش الكلام ده. برضه بالنسبه للتكميم لازم تاخد انك انت عملت تكميم. شلت 80% من المعده. الجايه تغيير مسار، ما فيهاش هزار. يعني عمليه التكميم لو فشلت لازم يلجا على طول لتغيير مسار، ملهاش حل. ملهاش حل. البالونه، ما هو ده عشان كده بقول البالونه دي انا بحبها عشان كده. انها بتديك تشانس. يعني انا عندي في ناس بعرفها كل 3 سنين ركب بالونه، هي بتقول انا بحب الاكل، هزيد 20 30 واجي اعلى من البالونه. طبعا قدره ماديه عشان ما بقاش يعني راجل كده. طبعا. فدي مهم. بس البالونه انواع يا دكتور. البالونه في الفرنساوي وفي الامريكي وفي الادجاستبل اللي هي بتكبر وتصغر. يعني ادجاستبل يعني اقدر ازودها كل 6 شهور، دي بتقعد سنه. هيلة. اللي يركب البالونه لازم يكون محترف تماما. يعرف يظبط الحجم على قد المعده، المعده ممكن توصل لاحجام محدش يصدقها. طبعا. فاللي برضه اللي بيعمل تكميم لازم يكون دكتور على اعلى مستوى. تكميم مشاكله عنيفه جدا. كتير. طب هل لو انا دكتور محترف اكيد المشاكل هتقل. ده مهم جدا. طيب الدبابيس اللي انا بدبس بيها المعده في عمليه التكميم. هل برضه الدبابيس انواع؟ طبعًا. اسال لما اجي اروح لدكتور واقول له انا عايزه. اي دكتور ليه كيانه اسمه بيحافظ عليه. هيديك طبعا دبابيس امريكي بتستعمل مره واحده فقط. ده مهم جدا. لكن ان واحد يقول لك اسعار انا بندهش لها. يعني في سعر يدي ثمن الخدمه. في كل حاجه على فكره، حتى لو جينا اتكلمنا بعد كده تشكيل الجسم. يعني انا عشان اعمل خدمه واقدر اقدمها لك لازم يكون سعر معقول. لو اقل يبقى اكيد هقلل في مستوى الاداء بما يشكل خطوره عليه. والصحة ما فيهاش هزار طبعا، يعني ما ينفعش تهزر فيها. طب ايه اخطر حاجة يا دكتور على التكميم واخطر في الاكل
واخطر حاجه على التحويل، ان انا لو كلت ايه ممكن يضرني. التكميم خلي بالك، انا مش معنى شلت عضو الشهيه ان انا مركز الشهيه في العضو نفسه، مركز شهيه في المخ. ولذلك في واحد كان بيبكي وهو بيعمل تغيير مسار، قال لي والله العظيم، قال لي انا رجعني 130 كيلو، بس مش انا اللي عاملها له. يا حبيبي قال لي انت تقدر ترجعني 130 كيلو تاني؟ انا بحب الاكل، انا بشوف الاكل وعيط. يبقى اذا انا لازم اعمل حسابي ان اكل كل اللي نفسي فيه بعدد سعرات معينه في اوقات متفاوته، صبح وظهر، وزي سناك زي ما انت قلته في قبل كده. لازم فترات سناك مهمه جدا. مهم ان انا ابعد عن الحلويات العنيفه، اخدها بقدر. يبقى هي طب هل ممكن يعني يحصل لي مثلا نوع من الاكتئاب، او ان انا عايز اروح اسبوع اصيف العب في 4-5 كيلو انا انبسطت بقى ارجع، لكن مفيش واحد يقعد ينبسط سنتين. دي قاعده. يعني دي رولز ما ينفعش ان احنا نتخطاها. اصل انا ليه بسال يا دكتور؟ في حد انا اعرفه عمل تحويل مسار وفجأة وخس جدا وبقى تحفه، بعد كده رجع تخن تاني، انا مستغربه رغم ان هو تحويل مسار. فده بيبقى سببه ايه؟ ده بيبقى غالبا بياخد نسبه حلويات بتبقى، خلي بالك اللي عنده تكميم معده وتحويل مسار فيه مشكله كبيره. ان هو احيانا لما بياكل بيرجع، دي برضه من مشاكل التكميم فهو بيحاول ياخد حاجات لا مؤاخذه تزلط بسهوله. فيبتدي بقى يشرب بقى عصائر بسكر، ما هو مش قادر ياكل الاكل الطبيعي. ودي برضه من مشاكل التكميم وتغيير المسار. يبقى اذا لما تاخد تكميم ومسار يبقى انت لازم تحط ان السويت والحاجات الحلوه ما تكترش منها. المعده عضو قابل للامتداد، في تغيير المسار لو خدت حلويات عاليه هترتد. دكتور انت نورتنا النهارده والله العظيم، وافدتنا جدا جدا. انا شخصيا ما كنتش عارفه الفرق بين الحاجات جامد قوي كده، بين البالونه والكبسوله. احنا عايزين نقعد فيها باستفاضه. لا طبعا، لان واضح ان هي حاجه قويه جدا جدا طبعا. فاين نورتني يا دكتور النهارده. الله يخليك يا فندم، ميرسي. بنشكر دكتور طارق الشاذلي، استشاري مناظير الجهاز الهضمي والكبد وعلاج السمنه. اشوفكم بكره ان شاء الله. باي.